أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار حظر تجوال، كذلك أوعز باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتسبب بنشر فيروس كورونا من خلال بث الشائعات الكاذبة أو الاستهزاء بخطورته أو التشجيع على التجمعات. جاء ذلك خلال استقبال القاضي زيدان لوزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي، حيث تمت مناقشة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لمجابهة خطر فيروس كورونا والحد من انتشاره في العراق.